السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن قضية الفتاة أسماء العميسي التي تحاكم من قبل الحوثيين وتواجه عقوبة الإعدام، وأبعاد القضية على المستويين المحلي والدولي. عقدت المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في صنعاء جلستها السابعة في قضية أسماء العميسي التي اعتقلها الحوثيون منذ عامين، وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإعدام أسماء تعزيرا بتهمة إعانة ما تصفه الميليشيا بالعدوان. وانتقلت القضية للاستئناف، وتعتبر أسماء العميسي أول يمنية يحكم عليها بالإعدام على خلفية تأييدها للحكومة الشرعية، فيما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان ميليشيا الحوثي بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وسرعة الإفراج عن العميسي التي صدر بحقها حكم مسيس بالإعدام. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن المنظمات الدولية من إنقاذ الفتاة أسماء العميسي المحكومة بالإعدام؟ وما هو مستقبل العدالة والقانون في ظل استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة؟ نتابع هذا التقرير مشاهدينا، ومن ثم نبدأ النقاش. موجة من الرعب لا يوقفها أي شيء وليس لها أي حدود، ترهيب مستمر وانتهاكات ومحاكمات غير شرعية، هكذا باتت صنعاء وما جاورها من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين الذين نجحوا تماماً في بث الخوف بأوساط المواطنين. في ظل حالة من الرعب الشديد والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين بصنعاء، حكمت المحكمة الابتدائية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي على فتاة اسمها أسماء العميسي بالإعدام بتهمة إعانة ما تصفه الميليشيا بالعدوان الخارجي. أسماء العميسي أول يمنية تواجه حكماً بالإعدام على خلفية دعمها للشرعية، وهي قضية أثارت الجدل في الأوساط المحلية والخارجية، حيث طالبت منظمة العفو الدولية من الحوثيين بالكف عن الاستهزاء بالعدالة وسرعة الإفراج عن العميسي، وطالبت بوضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية. وقبل أن يعتقل الحوثيون أسماء في صنعاء ويصدروا حكماً بإعدامها، كانت المرأة البالغة من العمر 22 عاماً قد انتقلت من المكلا إلى صنعاء بحثاً عن الأمان ولم شملها مع والدها وطفليها، وذلك بعد انفصالها عن زوجها. لكنها لم تجد الأمان المرجو، وعلاوة على ذلك جاءت عملية اعتقالها مع والدها بمثابة بداية لتعرضهم للإخفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية في المعتقل، وهي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتبط بشكل أو بآخر بالنزاع المسلح في البلاد كما تصفه المنظمات الدولية. ليست قضية أسماء هي الأولى من نوعها، بل إنها واحدة من عشرات القضايا المشابهة منذ أن سيطرت جماعة الحوثي المسلحة على أجزاء كبيرة من اليمن، وحولت صنعاء وغيرها إلى معتقل كبير لممارسة مختلف أنواع الانتهاكات الإنسانية. مئات من المدنيين يتعرضون للاعتقال والتعذيب على أساس انتمائهم السياسي أو معتقداتهم الدينية أو غير ذلك، وهي حالات مأساوية عديدة توثقها وترصدها وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية بشكل شبه يومي. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من فيينا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. سيد توفيق مساء الخير. مساء الخير لك ومشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك سيد توفيق، يعني لعلكم تتابعون ما يجري في صنعاء من يعني محاكمات أشبه بالهزلية في مسألة أحكام الإعدام وغيرها الكثير من القضايا. يعني هنا في قضية أسماء العميسي، يعني ما التوصيف القانوني لإجراء محاكمة بحق هذه الفتاة؟ حقيقة نحن في منظمة سام كنا أول منظمة التفتت إلى الحكم الصادر أو الحكم الابتدائي الصادر بحق أسماء العميسي في 30 من يناير عام 2018، أي قبل عام واحد، وأصدرنا بيان واضح بتاريخ 3 فبراير عام 2018 أي قبل سنة و20 يوما، وكان هذا البيان واضحا
ومعنونا تحت عنوان سام ميليشيات الحوثي تقترف جرائم حرب عبر إصدار أحكام بالإعدام خارج القانون. واعتبرنا بأن هذه المحكمة والمحاكمة بمجملها محاكمة مسيسة تتبع يعني أحد أذرع جماعة الحوثي للانتقام من الخصوم. وأكدنا فيه أن محاكمة أسماء العميسي بدون توافر أو توفير الضمانات القانونية لمحكمة عادلة يجعل هذا الحكم بعيبا أو أشبه ما يكون بإعدام خارج القانون. وكان ودعينا المجتمع الدولي في ذلك الوقت إلى التدخل العاجل والسريع لوقف مثل هذه المهازل التي تستخدمها جماعة الحوثي، وحذرنا أيضا من استخدام الجهاز القضائي كغطاء لإعدام مواطنين يمنيين مختطفين إلى غير ذلك. نعم، لكن سيد توفيق، يعني في مسألة لو نظرنا في قضية أسماء العميسي وقضايا أخرى، هل يمكن يعني اليوم لمحاكم واقعة في مناطق سيطرة الحوثيين أن تحقق العدالة أصلا؟ نحن في حقيقة الأمر في تقرير الأرض المنسية رقم 2 لمنظمة سام أفردنا فصلا كاملا عن حالة القضاء اليمني، وتحدثنا بصورة واضحة عن حالة القضاء تحت سيطرة أو الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. وأكدنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القضاء يتم تعيينه من قبل جماعة الحوثي يفتقد للاستقلالية، وأن هذا القضاء تحول للأسف الشديد إلى أداة من أدوات الانتقام السياسي. وضربنا بنماذج متعددة منها إعدام الصحفي يحيى القبيحي بتهمة التعاون مع العدوان، وأيضا إحالة الصحفيين 16 المعتقلين تعسفا لدى جماعة الحوثي أيضا إلى هذه المحاكم، بالإضافة إلى محاكمة 36 إلى غير ذلك. وأكدنا بما لا يدع مجالا للشك أن هذا القضاء أو عبارة عن أداة من أدوات الانتقام السياسي ليس إلا، لا تتوفر فيه أي ضمانات قانونية حقيقية في هذا الخصوص. ورأينا كيف أن هذا القضاء استخدم في إصدار مجموعة من الأحكام ضد الرئيس عبد الرب منصور هادي وكبار مستشاريه، مما يؤكد مرة أخرى أن هذا القضاء هو عبارة عن أداة من أدوات الصراع والانتقام الدائرة اليوم في اليمن، مثله مثل الجيش الذي يقاتل في الجبهات. نعم، لكن يعني أو عفوا سيد سام، هنا سينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. سأعود إليك سيد توفيق وأذهب لضيفي السيد نبيل عبد الحفيظ. سيد نبيل مساء الخير. مساء النور، أسعد الله مساءك ومساء جميع السادة المشاهدين. أهلا بك سيد نبيل. يعني نتساءل هنا في قضية المحكوم عليها بالإعدام السيدة أسماء العميسي في صنعاء، يعني كيف تنظر الحكومة إلى هذه القضية؟ نظرتنا قد قلناها من خلال البيان الصادر عن وزارة حقوق الإنسان بخصوص السيدة أسماء، يعني نحن نستنكر هذا الأسلوب العبثي الذي تتعامل به الميليشيات التي جعلت القضاء مسرحيات هزلية تقدم فيها من شاءت، ومن خلال قضاة هزليين أتت بهم هذه الميليشيات وفي محاكم صورية، ومن جلسة واحدة يتم الحكم كيفما شاءت هذه الميليشيات. نعم، لكن يعني سيد نبيل، الكثير يتساءل أن في قضية أسماء العميسي ربما هذه القضية يعني الأساس ما فيها هو أن هذه الامرأة يعني أيدت الحكومة الشرعية ولديها تواصل مع الحكومة الشرعية وحكم عليها بالإعدام بهذه الحجة. يتساءل الكثير ما الذي قدمته الحكومة يعني لإيقاف هذا الحكم الهزلي بحق هذه المواطنة؟ يا سيدي العزيز، اولا يعني هذا الجانب هو فقط مجرد سبب تقدمه الميليشيات من أجل نشر ثقافة الخوف
والرعب وأن الجميع تحت طائلة أيديهم طالما هم في المناطق التي يسيطرون عليها. نعم. أحكامهم جاهزة ويعني لدينا قرابة 200 امرأة أخرى أيضا معتقلات تم تلفيقتها مختلفة. قبل يومين فقط تم اختطاف امرأة، وعندما بدأت المتابعة الأسرية قيل للأسرة أنها ضبطت وهي تشرب الخمر. يعني ماذا تريد؟ كل القضايا جاهزة. أتفه شخص من هذه الميليشيات يستطيع أن يلفق أي تهمة لأي إنسان. الآن يعني هنا ضيفك الكريم استعرض أمامك سهولة عقوبة الإعدام عند هؤلاء والتي أصدروها بحق ابتداء من رئيس الجمهورية وحق المستشارين وعدد كبير من أعضاء الحكومة. نعم. بالتالي هذه الأحكام هي كما قلت لك مجرد مسرحيات هزلية لاستعراض قوة وهمية تعتقدها الميليشيات. نعم. نحن بالأمس كنا في ندوة في الجامعة العربية، ترأست هذه الندوة حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، وتحدثت من ضمن هذه الأمثلة أننا نريد قضاء عربيا إقليميا لحقوق الإنسان يدعم إبعاد المواطن العربي عن حق الانتهاكات التي يمكن أن تحدث له، وخصوصا في ظل مثل هذه الهمجيات. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا سيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا من القاهرة. وأعود إليك سيد توفيق الحميدي، نتساءل هنا يعني هل بات القضاء في كافة النواحي في مناطق سيطرة الميليشيا يعني أداة ترهيب يعني تجاه المجتمع أو ضد المجتمع؟ سيد توفيق هل تسمعني؟ نعم، إذن يبدو أن الاتصال بالسيد توفيق الحميدي قد فقد، وسيتم معاودة الاتصال بالسيد توفيق الحميدي مرة أخرى. ويعني بالتالي مشاهدينا يعني كما تتابعون هناك قضية إعدام بحق فتاة يمنية تدعى أسماء العميسي تحاكم من قبل الحوثيين، تواجه هذه الفتاة حكم الإعدام بسبب يعني موالاتها للحكومة الشرعية كما تدعي المحاكم الخاضعة لسيطرة الميليشيا في صنعاء. يعني هناك أيضا قضايا مماثلة كثيرة، يعني هناك الكثير من الصحفيين تم احتجازهم بنفس المبرر، وبالتالي يعني هذا كثير ما يصفه الكثير من الحقوقيين والمتابعين والمهتمين بالشأن الحقوقي بأنه يعني مسألة تسييس للقضاء والعدالة. وهنا يعود إلينا مجددا السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات. سيد توفيق يعني كنت قد سألتك يعني هل بات القضاء بمختلف النواحي في مناطق سيطرة الحوثيين أداة لترهيب المجتمع؟ هو كما قلت لك يعني من خلال رصد مجموعة من القضايا التي نظر فيها هذا القضاء تبين وجود انحراف واضح لمسار العدالة القضائية وافتقاد لأهم الضمانات القانونية التي يجب أن تتوفر في أي محاكمة عادلة. مثلا نحن ذكرنا نموذج الصحفي يحيى عبد الرقيب القبيحي الذي تم إصدار حكم الإعدام بحقه بعد جلسة تقريبا بعد جلسة واحدة دون أن يستطيع المحامي حتى أن يقدم الدفاعات المطلوبة. كذلك أسماء العميسي تم إصدار الحكم الإعدام بعد جلسة واحدة. لدينا الآن قائمة 36 الذين يتم محاكمتهم، وهذه الجلسة تضمنت على مجموعة من الإجراءات والعيوب الإجرائية التي تنسف المحاكمة من أصلها، إضافة إلى أن هذه المحكمة تفتقد أيضا لحجية أو قانونية تشكيلها. وبالتالي كل هذه الإجراءات في هذا الصدد تبين أن هذا القضاء جار الانتقام. لدينا الصحفيين اليوم المعتقلين 16 لم يحاكمون أيضا أو تحقق معهم النيابة،
إلى غير ذلك، بين أن هذا القضاء هو أداة من أدوات الصراع يستخدم للانتقام السياسي وترهيب على المواطنين ليس إلا. كثير من الناس صدر فيهم أحكام الإعدام معروفين بالاسم أو غير معروفين به، والتهم الجاهزة والواضحة التي الآن يحاكم عليها الناس وتصدر في حقهم أحكام العدوان أحكام الإعدام هي التعاون مع العدوان وتشكيل خلايا إرهابية. هذه التهم الجاهزة دون أي ضمانات حقيقية للمتهمين للدفاع عن أنفسهم. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. وأرحب بضيفنا من عدن المحامي أمين الخديري، مدير دائرة أو مدير إدارة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء. سيد أمين مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد أمين. يعني نتحدث اليوم عن قضية حكم الإعدام الذي صدر بحق المواطنة أسماء العميسي بتهمة يعني موالاتها للشرعية والتواصل مع الشرعية، وهنا يعني نتساءل ما التوصيف القانوني لإجراءات المحاكمة بحق المواطنة أسماء؟ التوصيف القانوني لهذه المحاكمة هي محاكمة غير عادلة، ولا يمتلكون الشرعية في إقامة هذه المحاكمة. أن الجماعة الآن التي تحاكم أسماء العميسي هي جماعة انقلابية يجب محاكمتها، تمام؟ الذي وقف للأسف الشديد قضاء الشرعية عاجزا عن تقديم هذه الجماعة إلى المحاكمة، بالرغم أن هذه الجامعة وللأسف الشديد حكموا على رئيس الجمهورية بالإعدام. هذه الأحكام لن تكون الأخيرة. هذه المحاكمة ستتلوها هذه الأحكام ستتلوها أحكام أخرى ستصدر على أشخاص يخالفون هذه الجماعة في الرأي والمعتقدات. تسمعني؟ نعم أسمعك. ألو؟ نعم أسمعك سيد أمين. أما ما يخص أسماء، أما يخص هذه الأحكام التي فهي تفتقر إلى أبسط المعايير في إجراءة المحاكمة. قضاة في المحاكم يخضعون للمشرف الحكم في تلك المحاكمات. أنا كنت في المحكمة الجزائرية المتخصصة أحضر جلسات 36. نعم. القاضي الذي يدير الجلسات يتحكم به المشرف الحوثي. رئيس النيابة لا يستطيع أن يمشي أمره على المشرف الحوثي. أعضاء النيابة أعضاء النيابة كذلك لا يستطيعون اعتراض المشرف حق الحوثي. فماذا تؤمل؟ اختطاف لما يقال ثم تقدم بتلك الأشكال بعد غياب واعتقال وتعذيب يمنع من أبسط الحقوق التي كفلتها الدساتير المحلية والدولية، تمام؟ نعم. ثم يقدمون إلى النيابة والمحاكمة بإجراء تفتقد. لن يستطيع القاضي أن يسمح لأحد بتناول شربة الماء أو الدواء. المعتقلين يشربون من المياه المجاري ومن الحمامات. جماعة لا تحترم لا قانون ولا دستور، فلا يجب هنا أن نتكلم على الدستور والقانون والمنظمة لكن الدولية. سيد أمين، المنظمة الدولية سيد أمين، هنا نتساءل يعني إذا كان قرارات أو يعني تجاوزات القضاء في مناطق سيطرة الميليشيا وصل إلى درجة أن يتم إصدار أحكام بحق رئيس الجمهورية وأحكام أناس كثيرين يعني كانوا مؤيدين لهذه الشرعية ومن ضمنهم السيدة أسماء العميسي، وبالتالي يعني نتساءل ما الذي قامت به الشرعية يعني دوليا فيما يعني يوقف هذه العبثية في القضاء في مناطق سيطرة الميليشيا؟ يا أخي القضاء الذي قضاة الشرعية لا نعرف إيش السبب، لا نعرف عجزهم ولم يبينوا إيش العجز، برغم أن هذه المحكمة المحكمة الجزائرية المتخصصة التي الآن تصدر الأحكام. نعم. صدر لما قبل سنة صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى
بحالتها بنقل صلاحية هذه المحكمة إلى مارب. صدق أخي، منذ أن صدر هذا القرار لم تتألف المحكمة ولم يوفرها الإمكانيات لهذه المحكمة لتباشر إجراء محاكمة الإنقلابيين. صار القاضي المعين الذي كان معين لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالمأرب متنقلا بين مأرب وعدن من أجل أن يصرفوا له المخصصات التي تعينه الذي مخصصات المالية لتسير إدارة المحكمة. اليوم قضاء الشرعية ظهر بتلك الظاهرة الهزيلة المعيبة أن يحاكم رئيس الجمهورية ورموز القادة السياسيين، ثم يوقف قضاء الشرعية عاجزا لا يقدم بتهمة كان يكفي أن يقدم الحوثي بتهمة الانقلاب على النظام الجمهوري والدستور والقانون. هذه يكفي التهمة، ناهيك عن التهم والاعتداءات والاختطافات والقتل والتعذيب وإلى ما الآخر. هذه تكفي واحدة إن كان بس الانقلاب على النظام الجمهوري أن تقدم الحوثيين إلى المحاكمة. نعم، إذن وضحت الصورة سيد أمين. يعني إذا كان هنا يعني الشرعية عاجزة عن يعني تفعيل المؤسسات القضائية في مناطق سيطرتها، فكيف يعني نطالبها بإنصاف المظلومين في مناطق سيطرة الميليشيات؟ بل أن المعيب أن يصرف رواتب الحوثيين، أن المعيب أن تقوم دولة الشرعية بصرف رواتب القضاة الحوثيين من عدن، من ميزانية الشرعية. نعم، إذن هنا مشكلة بالفعل، وأشكرك سيد أمين الخديري على هذا التوضيح. وفقط لضيق الوقت أشكرك جزيلا، ومشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة. أشكر ضيوفي معنا من صنعاء توفيق من فيينا توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، نشكره جزيلا. والشكر أيضا لنبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان كان معنا من القاهرة. والشكر أيضا للمحامي أمين الخديري مدير إدارة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء كان معنا من عدن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله.